يواصل مركز العاصمة لتعليم وتدريب البولينج التابع لوزارة التربية وبقيادة مديره طارق الجلاهمة إبداعاته وفنونه في تنويع وابتكار البطولات على كافة المستويات والفئات، وآخرها تنظيم بطولة دمج من خلالها الأصحاء بذوي الاحتياجات الخاصة. والفكرة كانت جديدة علينا أن نسوي دمج بين الأصحاء وبين الصم والبكم، وفعلا الحمد لله نجحت وشفنا تفاعل طبعا جدا ممتاز. البطولة مشت بشكل جيد جدا، يعني ما توقعناها صراحة. صار مثل بطولة، مثل صارت عرس، ما كانت بطولة فقط المنافسات يعني صراحة. والحمد لله توفقنا وتوفقوا الجميع ويعطيهم ألف عافية. حققتوا الهدف اللي كنتوا تطمحوا له؟ بالضبط، حققنا الهدف. حتى إن كانت القوانين أن ما في كلام، كان بالإشارة باللعب، ممنوع التكلم، كان تعطيل إشارة تعلمه أو كتابة، يعني حسسنا حتى الأصحاء إنه كنا ما يتكلم، يحاول يفهم الجدامة اللي هو الأصم بالإشارة. البطولة التي تقام للمرة الأولى في لعبة البولينج شهدت صدى واسعا لدى المشاركين والمتابعين بمشاركة 10 فرق، ويمثل كل فريق 4 لاعبين، 2 منهما من الأصحاء وآخران من ذوي الاحتياجات الخاصة في فئة الصم، وبنظام لا يسمح لأي لاعب بالكلام. اليوم والله أنا سعيدة جدا بحضوري لبطولة البولينج الأولى على مستوى الكويت كلها، تشمل الدمج الاجتماعي والرياضي لذوي الإعاقة السمعية، خاصة إعاقة الصم والبكم مع الغير معاقين. وأتشرف أن تكون تحت رعايتي صراحة. استمتعنا جدا بالجو الأسري، كان الهدف الدمج، والحمد لله حققنا الدمج إن شاء الله، وإيدنا بيدهم إن شاء الله للمجتمع كافة إن شاء الله. يعطيكم العافية. في استمرارية لها راح تكون عقب النجاح؟ أكيد إن شاء الله ننجح صراحة بشكل جميل، وراح تشوفون التغطيات الإعلامية إن شاء الله، وراح تكرر إن شاء الله كل سنة إن شاء الله. المركز الأول في فئة الفردي كان من نصيب اللاعب عبد الناصر إشراق، فيما فاز فريق كويت رايدرز بالمركز الأول لفئة الفرق، بينما حاز فريق الأمل على كأس الفريق المثالي في البطولة. طبعا احنا فخورين بتنظيم البطولة هذه الكبرى، وهذا نظام ماشيين عليه في مشروع التحدي الوطني، عبارة عن 25 مشروع لدمج ذوي الإعاقة بطرق ابتكارية جديدة. احنا ممكن ندمج فئة الصم بالمجتمع عن طريق محاضرات، دورات، الأسلوب القديم هذا اللي استهلك، لكن احنا قلنا لا، أفضل وسيلة لإيصال رسالة الدمج اللعب، الوناسة، الفن. فسوينا بطولة الدمج للصم، كل فريق 10 فرق، كل فريق في 4 لاعبين، 2 من الصم 2 من غير الصم. شرط البطولة ما تتكلم ولا كلمة عشان تحس بمعاناتهم فتنجبر تتعلم لغة الإشارة. بطولة الدمج الأولى للبولينج حققت أهدافها التي قمت من أجلها، والذي تمثل بتعلم لغة الإشارة إلى جانب الإحساس بمعاناة الصم وما يواجهونه من صعوبات في حياتهم اليومية. أحمد العنزي، الرأي.